في كل عام في مثل هذا اليوم يتذكر أبناء محافظة نينوى الكارثة والتي وقعت على هذه المحافظة، وهي احتلال ثلة من عصابات داعش الإجرامية لهذه المدينة. ولكن الحمد لله تخلصت المدينة بعد 3 سنوات من أسرها التي وقعت فيه، ولكن لا تزال الذكرى المؤلمة ونحن نتذكرها ما بعد التحرير. بقت المدينة مدمرة على حالها، وكأن المدينة لعنت لعنة الفراعنة. هذه المدينة دمرت أثناء الحرب نتيجة بعض الأخطاء العسكرية ونتيجة تدمير داعش لها لهذه المدينة، إلا أن الحكومة المركزية والحكومة المحلية لم تعير انتباها لما تدمر من بنى تحتية في هذه المدينة، وبقت مدينة الموصل وخاصة المدينة القديمة مدمرة، والأهالي الذين كانوا يسكنونها اليوم إما نازحين في المخيمات أو يسكنون في دور للإيجار في بعض المناطق التي لم تتضرر كثيرا نتيجة الحرب على داعش. يعني بقت مدينة الموصل سيدتي الكريمة، بقت مدينة الموصل اليوم فقط ترقيع، عمل ترقيع حقيقي لهذه المدينة، لا يوجد عمل حقيقي سوى تبليط للشوارع للجزرات الوسطية لجمالية المناطق التي تكون رئيسية في المحافظة. أما المدينة في داخل المدينة بقى على حالها، بقت هذه المدينة مدمرة، لا يوجد فيها مطار، لا يوجد فيها مستشفيات، لا يوجد فيها جسور. كل البنى التحتية في هذه المدينة لم يعيد إعمارها من قبل حكومة المركز أو حكومة نينوى المحلية، وهذا يعتبر تهاون في عملهم رغم المليارات ومئات المليارات التي وصلت إلى هذه المدينة.